واحد من الأشياء الأخرى اللي تسوي حصوات هي السيستين، وزيادة السيستين باليورين اللي هي السيستينيوريا هي لها أسباب، يعني أوتوسومال ريسيسيف أو جينيتيك وكذا. فاللي يصير شنو، إنه السيستين هذا يزداد باليورين، ولما يزداد يصير عندنا سوبر ساتوريشن ويصير عندنا ستون، يعني مثل كل شغلة. زين، وهنا نحكي على يعني بعض الأسباب الجينيتيك تكون ريسيسيف وتكون دوميننت وكذا. هنا نقطة مهمة بالسيستين، إنه السولابيلتي مالته يزداد with elevating urinary pH. يعني كل ما البي اتش كان عالي، كل ما البي اتش كان مور الكالاين، كل ما السيستين ذاب وما سوى لي حصوه. هذا يعني يشبه بالضبط، يشبه اليوريك اسيد. زين، اليوريك اسيد هم كان نفس الشيء، كان بالبي الكالاين يعني يكون ديزولفد ويكون يعني ذائب وما يسوي حصوه، بس لما يكون البي اتش قليل، لما يكون اسيدك راح يسبب لي حصوه. فالسيستين تقريبا يشابه اليوريك اسيد، وبي يعني عده تايبات، ويحكي على هوموجينس وهيتروجين، يعني هوموزايجوت وهيتروزايجوت، ويحكي انه الهوموزايجوت يسوي حصوه اسرع من الهيتروزايجوت اكيد، لان انت اذا ضربتين يعني الموضوع اكثر من ضربه واحده. ويعني هذا هو، هذه ممكن اهم الاشياء اللي ممكن تلقاها بالسلايد. بس لا تخرط بين السيستين وبين السيتريت. السيتريت كان واحد من الاشياء اللي يعني تحمي، يعني تحميك من تكوين الحصوه، كان يعني انهبيتر. اما السيستين فهو بروموتر، فهو يشبه شيء يعني يشبه بالضبط اليوريك اسيد. عندنا الانفكشس ستونز، واللي هي يعني نسبتها مهمة من 5 الى 15%، تكون مور كومن ان وومن، لانه حيصير عندهم ريكيرنت يو تي ايز، فيعني وومن اكثر بسبب الشورت يوريثا وهالسوالف. زين، يتالف من مغنيسيوم امونيوم فوسفيت، هذا النوع الحصوه اللي تلقاها، وبعدين نحكي بعض اكو انواع اخرى. associated with urinary infections by urease splitting bacteria. زين، يعني اكو بكتيريا يعني عندها يوريز، هاي اليوريز تحول اليوريا الى يعني امونيوم وهالسوالف، فتصير البي اتش يعني يكون كلش عالي. زين، فتستنتج انه هذه الحصوات الانفكشس ستونز تتالف او تتكون لما البي اتش يكون عالي، عكس اليوريك اسيد اللي كان يتكون لما البي اتش يكون ناصي. واحد من الاشياء هي البروتياس اللي تسوي الكلبسيلا، سودوموناس والستافيلوكوكس. وشفت سؤال يحكي على يعني يقول لك شنو من هذني الاورجانيزمز تسوي لي انفكشس ستونز، ومعدد لك عده خيارات، معدد تقريبا كل هذني، وحاط وياهن الايكولاي. زين، واللي هي يعني من الاسباب المعتبره اللي تسوي ايضا يعني يو تي اي. فالايكولاي الفكره انه الايكولاي ما عندها يعني يوريز، اوكي، ما تسوي هاي الانفكشس ستونز بهذه الطريقه. فدير بالك من هذا الموضوع، لانه جايب احد الام سي كيوات، ويعني فعلا ايكولاي موجود ومذكور بهذه الفقره. هنا يحكي على البريسيبيتيشن مالت، يقول اكو يعني مثلا الكربونيت ابيتايت، اللي هو يعني شلون نوع من النوكليوس البدائيه اللي راح يلتم عليها الستون وكذا. يقول يبدي من 6.8، يعني الموضوع صار مور الكالاين، صار مور بي اتش. صح احنا عندنا اسيد، بس احنا اليورين العادي 5.5، فلما صعد هيك كان دي يسوي ابروتشنج للالكالاين. زين، اضافه للستروفيت، زين، هو الستروفيت هي اسم اخر للانفكشس ستونز، هذه ايضا تترسب باكثر من 7.2، ويصير مثلا الرابيد ستون جروث. اصلا هذا يسموه الستاك هورن مرات، يعني هذا القرن مال الغزال او الدير او ما شي يسموه. زين، لهذا هو عنده فد خاصية، انه مشكلته انه بعض الحالات منه تسوي لنا رابيد ستون جروث. وباليورين انال او باليوريا يوريا يوريلاسيس، يعني اليورين اناليسيس وهالسوالف، يشوف انه الكالاين، لان انه يترسب بالالكالاين، تلقى الهاير كونسنتريشن مال المكونات الرئيسية اللي هنا اللي موجودة بالاحمر، اللي هنا امونيوم، الكربونيت، الفوسفيت، ممكن حتى ايضا المغنيسيوم اللي موجود بداخل اليورين. واحد من الانواع الاخرى للستونز هي الماتريكس ستونز. الماتريكس هو يعني انه الستون يكون غالبيته بروتينات. احنا بالحاله الطبيعيه، او يعني مو حاله طبيعيه، بالستون العادي الستون اليوجوال، زين، تلقى فد شويه من المكونات بها بروتين. زين، اما البقيه فكلها كريستالات وتتجمع عليها وكذا. زين، يعني كريستالات وتسوي الحصوه، فيعني اكو فد اليمنت مال البروتين، وهذا الاليمنت مال البروتين من يجي؟ انت عندك باليوريثيليوم وهذين الاماكن اكو خلايا وابيثيليوم وكذا، فاذا ما تتخلي ان الابيثيليوم بحالات يعني الابوبتوسس العاديه فراح تموت وتطلع بعض البروتينات مالتها، بعدين هذا يجي يخلي بعض الكريستالات تتجمع عليها. فالستون العادي بي بروتين، زين، وبقيه الاشياء بها كريستالات. اما الماتريكس ستون فهذا الاليمنت مال البروتين يزداد، يعني كل شيء يزداد هواي، زين، بحيث ممكن 2/3 اوف ذا ستون يكون عباره عن البروتين.
الستونز اللي هي بيور ماتريكس ان رير هي عباره عن راديو لوسنت، والراديو لوسنت يعني انه هي ما تبين بالاكس راي الا تبين يعني فقط بالسي تي. زين، واكو هواي اشياء، يعني اكو تقريبا اربع كاتيجوريات من الحصوات هن راديو لوسنت اللي هن يعني يوريك اسيد ستون، انا حافظها يعني يوريك اسيد. شنو انه يوريك اسيد مو به حرف اليو، زين، فاليوريك اسيد لوسنت بهالطريقه، واكو زانثين ستون، وبعد اكو اندينافير هذا اللي ياخذوه مال جماعه الاتش اي في وكذا. زين، وايضا عندك هذه الماتريكس ستون، همين من الاشياء اللي ما تبين بالاكس راي. فاذني حتى بمحاضرات الراديولوجي مطلوب نحفظهم ان اربع اشياء. زين، فالفكره انه من ما شافوه، شافوه راديو لوسنت والسي تي يلا سوى لها ديفرنشيشن، راح يشكون انه هذا يعني يوريك اسيد ستون، او مثلا مرات يشكون انه هذه تيومر. زين، ف هاي مشكلتها الماتريكس ستونز انه هي رير وبنفس الوقت راديو لوسنت، ولما راديو لوسنت يشكون بالاشباء بالاسباب الاكثر شيوعا عن الراديو لوسنت، فاليوريك اسيد يعني اشيع من عندها بهواي. ويحكي انه هي مور كومن ان وومن، زين، واسوسييتد وذ ريكرنت يو تي ايز من هالبروتياز والايكولاي. قلنا اليو تي اي راح تجي على اليوريثيليا محاملة لها هاي الخليه، زين، البراش بوردر او ما ادري شنو، يجي مثلا يصير بها انفكشن وتموت، وراح ينزل البروتين مالتها، البروتينات والمكونات مالتها بالبول، وممكن هذه يجمع عليها بعض الكريستالات. بس الفكره انه راح تصير هوايه بسبب الريكرنت انفكشنز من البروتياز من الايكولاي. هنا اجى الايكولاي، بينما بالستروفيت اللي كانت يسببها اليوريز سبليتنج اورجانيزمز ما كان اكو ايكولاي، بس موجوده بالماتريكس. لان اليورين ايضا تحتاج الكالاين لانه الريكرنت انفكشنز، او مثلا بالناس اللي يسوون هيموداياليسيس والناس اللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز، لانه بالكرونيك كيدني ديزيز راح يطلع البروتين كلش هوايه بالفلتريشن، وهذا ايضا يعني يسوي لي ماتريكس ستون، لانه هي بالاصل بروتينات تجمع حولها بعض الكريستالات الاخرى. ماتريكس از كومبوز اوف ميوكو بروتينز، تقريبا ثلثين من عندها، وباقي مثلا ميوكو بولي ساكرايدز وبقيه الاشياء. وبعد هاي الملاحظه اللي حكيت عليها انه البيور ماتريكس ستونز تقريبا 65% بروتين، في حين اللي لها علاقه الكالسيوم بيست ستونز، الستونات اللي اخذناها بالبدايه هذه كانت حوالي 3% فقط ماتريكس، فقط اللوب مالتها يكون ماتريكس. يعني يسوي فد نايدس فور ستون جروث، يعني هو كانه التعلاقه او كانه يعني الشيء اللي راح يبدي عليه الكريستاليزيشن والستون ستون جروث. واكو ايضا يعني ميديكيشن ريليتد ستونز، وبسبب بعض الادويه، واحد من اشهر الاشياء الاندينافير اللي جماعه الاتش اي في، واللي تكون الستون مالتهم راديو لوسنت متبين بالاكس راي.